محمد عبد الحكيم الى النحله نحله والدفاع نحله خلاص يا حلاوه لعبه ثنائيه ما بين لاحظ النحله ولاحظ كلار ولعبه جميله 35 هجمه للمحرك محرك نحله نحله شلون تخليه يطوف هذا ما تقدر انطافك لازم تسجل شوف 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 الرشاقة شوف المرونة شوف التوافق شوف النقطتين عبد الله جاسم 46-43 المحرك عيسى ابراهيم محاوله محمد عبد المجيد والاجابه سريعه والدفاع لاحظ شلون بيخلص نفسه لاحظ شلون بيخلص نفسه الى سالم محمد سالم وثلاث نقاط سالم محمد سالم وتمريره عجيبه من محمد عبد المجيد يتابع الكرة ويسجل نقطتين للمنامة 55-59 لاحظ الكرة تحت السلة يا حلاوة يا حلاوة على هذا اللاعب النجم المحترف لاحظ لاحظ الاستدارة لاحظ الاستدارة 58 خمس دقائق 35 سنة محمد عبد المجيد لم يوفق يحصل عليه النحلة 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 حاول تخلص نفسه والدفاع بدر بدر والكرة لعبة جميلة دفاع قوي لأن الكرة ما وصلت لاحظ لاحظ الكرة لم تصل والمنامة هاجم المنامة هاجم داريوس حلوة مرة أخرى النحلة يصطاد فيها داريوس مرتين لعبة النحلة اصطاد داريوس مرتين وحصل على الهجوم السريع عند المحرك الهجوم السريع الى شوف شوف اللعبات اللاعب المثير في فريق المحرك لاحظ 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 يا سلام على التمريره ولاحظ التسجيل الجميله عند كلار المنامه شهرام مطوع دخول دخول